اخواني واخواتي وابنائي وبناتي، السلام عليكم. استمعت بدقة لما أتيتم به من أفكار ورؤى ومعلومات، وهي طيبة للغاية ومفيدة للغاية ومشجعة للغاية، لأنما لحزبنا الآن من نشاط وحيوية وقدرات تنظيمية أمر يسر كل أحد ويؤذي كل خصم. جزاكم الله خيرا وزاد توفيقا. الأخ طه عمل لنا عملية بتاع مخارجة من السن، ولكن هو أصله دائما مخارجة زي دي، نجمع السنين 16 و36 هي 52 سنة. أي واحد هنا مننا بيبقى طفل يحبو ويبقى ما مولود أصلا، لكن أنا بقول له في مخارجة تانية، العجوز هو العاجز. أصلا كلمة عجوز دي تطلق على العاجز، من ليس عاجزا ليس عجوزا، دي القاعدة. اثنين، الشباب ما في حاجة اسمها شباب بالعمر، في خصال ثلاثة، إذا ما توافرت عند الشخص هو ما شباب حتى ولو كان عمره 20 سنة، وإذا توافرت عنده هو بينال هذه الصفة. الحماسة والتفاؤل والمثالية دي الصفات الشبابية الحقيقية. نحن في السودان نكبنا أكثر من مرتين بناس أقدموا على السلطة علينا باسم الشباب، دمروا السودان. شباب الجمعة انقلاب مايو جو بصفة أنهم هم جايين يجددوا إيه وإيه، غطشوا البلد. ثم الجماعة اللي جاموا مع الإيقاظ كذلك. فإذا نحن نضبط الشبابية كذلك بصفات معينة، كما نضبط الشيخوخة بصفات معينة، وما نربطها فقط بالسن. لكن على أي حال، بس أنا داير أقول في خيار غير الفتوى بتاعت الأخطاء. زي ما أنتم عارفين، إحنا اليوم عندنا منشط مهم، الاجتماع ده اللي هو اجتماع مؤتمر مصغر، والحمد لله قام، ولكن كان هناك في اجتماع حاشد اليوم. احنا دايرين كان هذا الاجتماع بيمثلنا كلنا، كل قوى التغيير، وفعلا استعدينا لذا. وانا لما تاخرت لانه كان بيننا وبين زملائنا الاخرين تفاهم مؤتمر، اتفقنا على تفاصيل. الفكرة أنه إذا حيكون عندنا ندوة، ليلة سياسية، اجتماع حاشد في الدار. اتصلت جهة أمنية بالسيدة الأمينة العامة وقالوا لها نحن بنوافق على المنشط الخاص بالمؤتمر، ولكن لا نوافق على المنشط الخاص بجمع الناس والاجتماع الحاشد. أخذ موقف منع هذا الاجتماع الحاشد. النتيجة كل إنسان يعتبره جاي لهذا اللقاء أو أي جهة متحركة أو الكراسي أو أي حاجة فيها سبب لإنجاح اللقاء ده منعوها، والآن هم محاصرين الدار عشان يمنعوا أي نوع من التحرك حول هذا الموقف. نحن مش هنلغي الاجتماع ولا هنعتبر الاجتماع ملغي، ولكن هنقول السلطات تحركت عشان تبطل وتفشل هذا الاجتماع، وحنعمل لقاءنا بالموجود. يعني
نقدر نقول نتيمم. مع تيمم ما دام مويه ما في، لكن ده حيكون بالنسبه للجماعه، حيكون بالنسبه للجماعه حقيقه بشاعه شديده. ليه؟ لانه هم هسه اليوم كم يوم بيتكلموا عن احنا دعاة تسامح ودعاة حقوق ودعاة سلام، اليوم بتبقوا في النبره دي. النبره دي مؤكد متناقضه مع هذا الموقف. من حزب زي حزب الامه هم عارفين حزب الامه شرعيه الوطن، وانهم هم في الحقيقه متلبين بالحيطه، هم حقيقه ناس متلبين بالحيطه، ولكن مؤكد هم شاعرين بخطر هذه الندوه ولذلك منعوها. فليكن منعها مش حيبطل اثارها، بالعكس هذا المنع حيبشر بهم في العالم كله، واحنا حنشهر هذا المنع بصوره كبيره جدا. كان خير لهم تجتمع مما يمنعوها، لانه هم دلوقتي بيتكلموا مع الاسره الدوليه، بيتكلموا مع العالم، بيتكلموا مع الامم المتحده بانهم هم بيراعوا الحقوق. زي ما قال الحبيب بشرى، الاجراء اللي اتخذوه ده متناقض مع الحقوق القانونيه بتاعتنا، ولذلك احنا ما حيطولنا شيء، لانه كل الكلام اللي قاعدين نقوله حنقوله بوسائل مختلفه. لكن بس الحاجه اللي يعني بتحصل هي انهم بتضرهم الحكايه دي. الندوه دي خلوها تقوم، مؤكد حتكون بالنسبه لهم لطمه. ما خلوها تقوم حتكون لطمه بيضتم في ديدي. بيضتم في ديدي كان شيء بشوفه، كان شفتها اغلت امه، قتلت امه، وكان خليتها قتلت ابوه. فهي دلوقتي هم امام بيضتم في ديدي وخلاص على حال قدرهم. انا حقيقه فكرت في انه بصرف النظر على النشاط اللي حنعمله اليوم، مع لانه هم دلوقتي الدار محاصره تقريبا، والناس الجايين اي ناس جايين منعوهم يجوا، والكراسي جايبينها منعوها تصل، يعني المهم عمليا منعوا القيامه. لكن ما لا يترك كله لا يترك كله، نحن هنشوف الكيفيه اللي بها نقوم بالنشاط المفروض نقوم به رغم المنع. انا فكرت دي الحاجه اللي حاقولها لكم دلوقتي عشان نعمل شهره كبيره جدا لموقف في ناس بيقولوا يعني ما نتكلم كلام حكمه، لا نتكلم كلام حكمه مهما كان، لكن حكمه لا تعني التنازل ولا التخاذل. عشان كده صحيح الحركات الشعبيه الثوريه حتستمر، لانها هي دي حركات تمثل رؤيه الشعب السوداني ورايه، لكن نحن كمان كناس مشتركين فيها نتكلم برضه بلغه تكملها ما بتناقضها. انا عشان كده داير انشر بعلمكم وباسمي باعتباري او باعتباراتي المختلفه الكلام الاتي: بسم الله الرحمن الرحيم. كبسولة التحرير، كبسولة التحرير. واحد، رفع إعلان الطوارئ ومعناه مزيدا. الله أكبر لله الحمد. الله أكبر لله الحمد. ومعناه مزيدا من البطش الممارس ضد حركات مدنية سلمية تمارس حقها في التعبير السلمي عن مطالبها ومنح السلطات حصانة لإجراءاتها. ده معنى الإعلان. اثنين، رفض عسكرة الإدارة لأنها تعني نصب المؤسسة العسكرية في وجه الشعب المدني، والقوات المسلحة مؤسسة قومية وظيفتها الدفاع عن الوطن ضد أعدائه بفهم جيش واحد وشعب واحد.
ثلاثة، للخروج من موقف المواجهة الحالي نوجه لرئيس الجمهورية نداء أنك تستطيع أن تحقق البلاد مخرجا آمنا يقدره لك أهل السودان والتاريخ، ويحول الاستقطاب الحاد لوحدة وطنية، والعزلة الدولية اللي هي ماشية طوال مصاعدة لتعاون دولي. النداء هو رفع حالة الطوارئ وإيقاف أعمال البطش والقتل والتعذيب والضرب والاقتحامات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد مدنيين سلميين عزل. إطلاق سراح كافة المعتقلين. التنحي ليقوم نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول. التنحي ليقوم نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي بصورة قومية وبلا مخاشنة. إبداء الاستعداد للقاء مع ممثلي القوى الشعبية والمهنية والمدنية المطالبة بنظام جديد للاتفاق على تفاصيل العبور نحو النظام الجديد. هذا الإجراء يجعل من الأزمة فرصة تليق بشعب عبقري أخرجته مواهبه من العواصف إلى بر السلام. خطة هي عبور لمرحلة تاريخية جديدة تجسد قدوة للحكومات والشعوب الغارقة في نزاعات هادمة لمستقبلها. والله ولي التوفيق.